في حياتنا بنحتاج احيانا للفضفضه. احتياجنا للفضفضه ممكن يكون للخروج من حاله كبت ضغط على اعصابنا او تفريغ لهمومنا ومشاكلنا، واحيانا بتكون احتياج للتعبير عن احلامنا امنياتنا رغباتنا وممكن توصل لاعترافاتنا. احساس بان عندك امور لازم تتكلم عنها وتشاركها مع شخص بترتاح له وبيسمعك. البعض بيشوف الفضفضه راحه نفسيه والبعض الآخر بيشوفها مجرد كلام مفيش منه فايدة. هنا بيجي السؤال، هل الفضفضة علاج أو مجرد ثرثرة؟ إزاي وإمتى والمين نحكي؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الدكتور ياسر سندي، مستشار السلوك التنظيمي وإدارة المعرفة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. نورتنا يا دكتور. أهلا وسهلا. الله يسلمك دكتور. في البداية كده خلينا نعرف الناس إيش هي الفضفضة، لأنه حتى لما وضعنا السؤال على السوشيال ميديا ناس حسبت الفضفضة اللي هو الكلام وبعضهم الحوار وبعضهم النقاش، هو ولا شيء من ده كله اللي نقصده. الفضفضة اللي هو نحن الفضفضة. فأنا أبغاك أنت تقول لي إيش هي الفضفضة كمنظور، وبعدين نعرف هل يؤمن بها الكثير ولا لا. نعم. أول مساء الخير عليكم. مساء الخير أستاذ ياسمين، مساء الخير أستاذ إيهاب، ومساء الخير على المشاهدين الجميعين. وإن شاء الله تكون فضفضة خفيفة عليهم بإذن الله تعالى بيننا بإذن الله تعالى. أولا الفضفضة هو سلوك بشري تواصلي، أنا أعتبره من وجهة نظري أنه ضروري وحتمي أحيانا. ما يقدر الإنسان يعيش بمعزل سواء كان رجل أو سيدة، ما يقدروا يعيشوا بمعزل عن بعض، عن التواصل التخاطب خصوصا التخاطب اللفظي. والفضفضة أحد وسائل التواصل اللفظي بين اثنين أو بين مجموعة أو بين واحد ومجموعة، وهذا شيء طبيعي وشيء بديهي يعني بيكون. أحيانا يصاب الإنسان بدرجة معينة من الاكتئاب أو مشكلة تصيبه أو ظرف يجيله أو مجرد حاجة تأرق فكره، سواء في عمله سواء في حياته الزوجية سواء في حياته الأسرية أو مع أصدقائه، يحتاج في هذه اللحظة إلى مسألة تطلق عليها الفضفضة، وهي طرح ما بداخل النفس للمتلقي. يعني حضرتك تقصد أنه لو الإنسان ما تكلمش أو ما طلعش اللي في باله، ده ممكن يؤدي به لحالة اكتئاب أو ممكن. حالة من العزلة. نعم نعم. تمام. فالفضفضة هي ظاهرة وحالة صحية احيانا تكون واجبه واحيانا تكون لازم يعني يقوم بها الشخص بالتجاوب والتجاذب الحديث مع شخص يثق فيه. واحط كده خطين تحت يثق فيه. طيب. لانه مش اي شخص تثق فيه تفضفض له. طب بما ان حضرتك يعني قلت ان الفضفضه تعتبر ضروره. نعم. بشريه ومجال للتواصل. نعم. في احيانا خوف من بعض الناس من الفضفضه، وزي ما حضرتك قلت لازم الانسان يثق فيه، هل في شروط معينه للفضفضه او للشخص اللي انا افضفض له؟ نعم. انا من وجهه نظري دائما حاطط قاعده هرميه لمساله او سلوك الفضفضه. ابدا بالقاعده من تحت، قاعده الفضفضه اسميها هي الفضفضه المجتمعيه. تمام. ثانيا يعلو عن الفضفضه المجتمعيه الفضفضه الرسمية خلينا نقول. فوقها تجي الفضفضة العلاجية اللي هي عادة تكون، أو إذا بدأنا بالمجتمعية تكون عادة بين أي أحد بين الناس أجمعين. الرسمية هي تكون في محيط العمل أكثر شيء، كيف أفضفض مع زميل مع زميلة في محيط عملي. يجي بعدها في المستوى الثالث الفضفضة الرسمية اللي عادة تكون من ناحية علاجية، بمعنى أنه أنا طالب المشورة، أروح لمستشار نفسي أفضفض له، عندي مشكلة عندي حل أحتاج حل، أحتاج توقف معايا بمسألة أستجدي منه الحل، بمعنى أنه أطرح ما في داخلي عن طريق ما يسمى بالفضفضة. أجي معلش لو تسمحي لي في أعلى الهرم أو قبل أعلى الهرم في الفضفضة الحميمية، هي تكون بين الأزواج. رائع. فوق الفضفضة الحميمية اللي بين الأزواج تكون الفضفضة الوجدانية، وهي ما يسميها أنا اللي هي المناجاة، هي تكون بين الله. الفرد وبين الله سبحانه وتعالى. وبتصير هذا كان الرسول عليه السلام عليه الصلاة والسلام. صحيح. الحاصل الآن، هل في حدود بتضع؟ يعني أنت لما جيت كلمتني في هذا الموضوع، أي أنا في العمل أو في شغل هيكون بحدود معينة. مزل. بين الزوج وزوجته برضو. نعم. لازم تكون بحدود معينة. نعم. ما ينفع الواحد يفضفض بكل ما أدري رأيي الشخصي يعني. نعم. في الأخير ورأي بعض اللي شاركوا على السوشيال ميديا. نعم. لكن هل في حدود معينة ممكن الواحد يكون فيها؟ وإذا حصل، إذا صار في حدود
اعتقد هتصير خارج نطاق الفضفضه، لان الفضفضه هي راحتها والجزء اللي يميزها ان انا شلت كل الخطوط الحمراء وجالس افضفض بكل ما جوايا بدون اي اشياء تكبلني او تحصرني. فايش رايك في ذلك؟ ايش مفهوم الفضفضه عند الشخص؟ بمعنى انا لو اجي لك يا ايهاب مثلا او الاستاذ ياسمين، ايش عندك مفهوم الفضفضه؟ احيانا الواحد بفضفض من ناحيه يقول لك طاري كلام او طاري هرجه بتكلم، تمام. احيانا تكون ضروريه، انا عندي مشكله لازم اتكلم، تطلق عليها فضفضه. احيانا كلام ما له اي معنى او ما له اي حوار، ما له اي، ما يكون في مشكله لكن شيء جواه نفسه يخرب بس بيطلعه. يعني قالوا فين حسب شخصيه كل انسان وحسب شخصيه المتلقي اللي قدامك. هل هيكون الشخص المتلقي مصدر ثقه؟ هذا اهم شرط يكون امامي. اذا انا وقعت في مشكله، الشخص اللي امامي هل هو مصدر ثقه عندي ان انا افضفض ما بداخلي؟ احيانا وسوري في اللفظ هذا، يكون عند السيدات افضفض لجاره، افضفض لقريبه، صحيح. افضفض اطلع عن اطار الخصوصيه او الرسميه او الاطر المحدده لي. بمعنى ابدا اسوي عمليه الخلط زي ما قلت لكم، في الهرم المجتمعي، في الاسري، في الفضفضه الزواجيه والحميميه، وفي الفضفضه الرسميه، في الفضفضه العلاجيه. بعضهم يعملوا عمليه خلط ممتاز، يكون عمليه انسان عابره راكبه جنبي في قطار او راكب جنبي في قطار، ابدا افضفض له. هذا غلط. تمام. من هو الشخص اللي امامي وايش هي المعلومه او ايش هي السالفه؟ بس في عندي راي شويه مخالف. احيانا نفسي افضفض لشخص لا يعرفني ولا اعرفه، تمام، هذا صحيح، مستعد اني افضفض له واقول له يمشي في حال سبيله، هذا وبتصير. ممتاز. هذا تيجي لجراه الشخص نفسه زي ما تفضلت انت قلت. بس انت فاهم الفكره انه لو كان قريب ويعرف الموضوع هذا هنكسف، في نوع من انواع الخجل. لكن شخص ما يعرف نفسي مجرد اني افضفض، نجي تصير غالبا على الشاتنج او على النت. مزبوط، صحيح. دائما الانسان يحب يفضفض ما وراء ستار. بمعنى انه لو تفضلت وقلت انت الشات او شيء، انا ما الطرف الاخر ما بيشوفني، ما بيشوف تعابير وجهي. هل هنا اللي عندي الفضفضة هذه محزنة، مفرحة، مخجلة؟ مخجلة بالضبط. طالما أني أنا خلف ستار معناته بدي أخذ راحتي في عملية الفضفضة. طالما أنه في عملية مشكلة عندي أنا، لازم أتحرى الدقة والحذر لمين أحكي هذه المشكلة أو لمين أفضفض. طيب ما هو على حسب نوع الفضفضة، ده السؤال اللي أنا حابة أسأل حضرتك عنه. بما أن حضرتك بتقول حسب نوع الكلام او حسب مزبوط. نوع المحتوى من نعم. من الفضفضه ودرجه خصوصيتها وايا كان، هل الفضفضه لاحد من وراء الستار تعتبر صحيه ولا لا؟ من وجهه نظري انا اشوف لا. تمام. لازم تكون وجها لوجه. بمعنى الشخص، عشان كذا بقول في شرط مهم، هل انا اثق فيه؟ هل هو مصدر ثقه؟ احيانا في مجتمعنا العربي او مجتمعنا شويه الشرقي في خصوصية أو في حرج من عملية الفضفضة، بينما المجتمع الغربي عادي. والهدف دكتور ياسر، يعني لو كان هدف مجرد الفضفضة هتلاقيه فضفض. أنا أعرف مزبوط، صحيح، يعني بتصير صحيح. يعني كان واحدة من المشاركات بتقول أنا مستعد أفضفض للشغالة، يعني فهم الفكرة اللي لا هي حلوة لهذا لكن مجرد التنفيس عن النفس. لكن هذه أعتقد اللي قالت أنا مستعد أفضفض للشغالة، أعتقد هي فقدت الثقة بمن حولها. قد تفضفض لمجرد الفضفضة. أيوة، بس إيش هي؟ ما أعتقد والله أعلم إنه هي الفضفضة اللي عندها فضفضة حساسة أو فضفضة تسبب لها مشكلة. لكن مو هل الفضفضة بالنسبة للنساء عموما، يمكن ده طبيعة الفضفضة بالنسبة للنساء، هل في الغالب النساء بيلجأوا للفضفضة من أجل الراحة مش من أجل الحلول؟ نعم، يعني طبيعة النساء عادة، يعني معدل الكلمات اليومية للمرأة من 20,000 إلى 21,000 كلمة في اليوم. بجد يعني أنا ممكن أكون بتكلم 20,000 كلمة؟ نعم. الرجل من 7,000 إلى 8,000 كلمة في اليوم. يا الله، شوف الفرق. نعم. طيب. هذا شيء طبيعي في سيكولوجية المرأة، في فسيولوجية المرأة، تركيبة المرأة. وعلى فكرة يمكن 7,000 حقتنا نصها مفهوم منها، من 20,000 لسه الموضوع مش مفهوم. ممكن ممكن. لكن أنا طبيعة المرأة دائما تحب تطلع أو تطرح ما بداخلها. صحيح. لجارة، لصديقة، لأخت، لقريبة، لزميلة عمل. هذه طبيعة المرأة، لأنه ارتباط المرأة دائما قلبها بحديثها. صحيح. عاطفية. الرجل عقلاني، عقله بحديثه. طب أغلب الفضفضة بتاعت الرجل إيه بتبقى طبيعتها؟ طبيعة فضفضة الرجل أعتقد الغالبية مما أشوفه أنا واستشار فيه فضفضة عملية. عملية. أو فضفضة إلى حدنا كمجتمعنا أو بالظروف الراهنة الآن
فضفضة مالية، فضفضة استشارية، حوار السكن، كيف السكن، كيف أجد السكن المناسب، كيف تربية الأولاد، كيف عملية تقنين المصروف. هذه بالنسبة لشغل الشاغل للرجال. لكن المرأة يعني حدث ولا حرج تتكلم في فضفضة عامة تماما. طيب لو رجعنا لموضوع الفضفضة دكتور ياسر، بالنسبة لي الشخص الموثوق فيه اللي أنا خلاص وضع ثقتي فيه بشكل كبير إن أنا أأتمنه على الفضفضة، هل في حدود معينة لطبيعة الحوار أو لطبيعة الفضفضة للشخص ده حتى لو كان الشخص ده موثوق فيه؟ هل في شروط معينة؟ المفترض يكون في شروط معينة. يعني هل في محظورات معينة؟ نعم في محظورات. زي إيه؟ الشخص اللي حتى بدي أتكلم معه وفضفض معه في محظورات اللي هي محظورات الزواجية، بمعنى أنه أنا ما فضفض لأي شخص عن مشروع زواجي خاص بي أنا بيني وبين زوجي، لأنه هذا الشيء يعني يطلع من دائرة الفضفضة إلى يخش فيه المحظور أو الحرام، بين الحرام والحلال. في أمور خاصة جدا أنا ممكن أفضفض فيها لأثق في شخص أنه أجد عنده الحل، لكن أفضل أنا بالنسبة لي من وجهة نظري إذا مسألة حساسة خصوصا زواجية تكون بين الزوجين فضفضة حميمية أكثر. يعني الزوجة تطرح لزوجها من مشاكلها، من ما يعتريها من هم، من غم، من قلق، تطرح لزوجها أفضل من يسمع لها، وبالتالي العكس الزوج يسمع لزوجته. وخير مثال لهذا الشيء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خائف، أول ما نزل عليه الوحي كان خائف ولجأ لبعد الله لخديجة، وكانت هي المأمل له، وكانت هي السند له، وكانت هي الداعم الأول له في عملية فضفضته واحتوته، وكانت خير داعم له. ممتاز. ما اني من الاشخاص يعني لما ذكرت انه الرجال اقل فضفضه، انا كذا يعني نادرا ما افضفض، ممكن نادرا جدا، لكن كثيرا ما يتفضفض لي بصراحه في مواضيع كثير. انا لما اجي الاستماع عندك عالي، ايوه لازم يكون عندي جزء في اخذ بعض الامور، اكتشف دكتور ياسر انه الشخص اللي بيفضفض هدفه مش انه ياخذ لا مشوره ولا نصيحه، او في بعض الاحيان طبعا لانه اعرف انه هذا جايني مشوره، هذا جايني كذا، لا فلان جاي بس يفضفض لمجرد انه يقول الموقف اللي صار او كيف حس او ايش هذا بدون ما يكون في اي رياكشن. كيف ممكن الشخص المفضفض له انه ياخذ الامور بعين اعتبار ولا ياخذها لمجرد سماع، خاصه بين الرجل وزوجته وفي المشاكل اللي ممكن تتكبر، يعني على قولهم تكبر بسبب الفضفضة اللي بتصير بين الزوج والزوجة. عادة الواحد اللي زي ما تفضلت قلت الشخص اللي بيتم الفضفضة له اللي هو المستقبل، خلينا نقول بطريقة رسمية أكثر المستقبل، أنا لازم يكون عندي سنس معين الفضفضة اللي بيطرحها الشخص المقابل، هل هي فضفضة فض مجالس أو كلام عابر أو فضفضة تحس أنه من طابعها في مشكلة، أنا أقدر أقدم جدية أو سيروس، نعم أقدر أقدم أو مد يد العون للشخص المرسل لهذه الفضفضة. فعندي السنس لازم يكون عندي، خصوصا إذا زي ما تفضلت أستاذ إيهاب أنه أنا دائما يفضفض لي، فمعناته أنا محط ثقة في هذه الحالة. ففي الحالة هذه لازم أنا أكون عند ثقة الشخص اللي بيفضفض لي. تمام دكتور ياسر، احنا كنا الحقيقه طرحنا سؤال على السوشيال ميديا بس حابه اقول لحضرتك الاجابات الجمهور. بس الحقيقه السؤال كان هل تعتبر الفضفضه تنفيسا للنفس او تنفيسا عنك او تعتبرها كشفا للاسرار؟ الحقيقه من ضمن الاجابات بطريقه غريبه ناس بتقول لك نعم كشف للاسرار وناس بتقول لك تنفيس. يعني في مثلا ام يونس، الافضل للنفس ولراحه القلب ان لا تبث حزنك ولا تشكي همك ولا ترمي حمولك الا على الله. في عندنا نينا زد اتش، تعتبر راحة نفسية لكن لشخص نثق فيه، فليس كل شيء يكتشف ويقال، غير ذلك يسمى كشف للأسرار. فأغلب الإجابات زي ما إيهاب قال فعلا. أنا أحمد الطفيلي بيقول كانت تنفيسا الآن أصبحت كشف للأسرار. أوه. ده أكيد شاف. فكيف نرد على الناس هذول؟ أيوة. أنا كده. لازم يكون في أقل من على قولهم في طيب. جملتين على قولهم إيش نرد على دول دائما أفضفض، لازم أحس إنه في حل مقابل في الفضفضة هذه، مش فضفضة بس إني بس أفضفض لمجرد أيوه. لكن لما ما أجد حل، يعني خلينا نقول في ناس مساكين ما يلقوا حلول دنيوية، صحيح ففضفضتي
وهمي أبث لله سبحانه وتعالى هي فضفضة المناجاة. لكن إذا في حل أقدر أفضفض مع الشخص المقابل وإن شاء الله يكون في الحل بإذن الله تعالى. ممتاز دكتور ياسر سندي مستشار السلوك مساهل. التنظيمي وإدارة المعرفة، شكرا جزيلا على تواجدك معنا. تنصح بالفضفضة يعني؟ سعيد فيكم وسعيد في الفضفضة معكم كمان. احنا أسعد ونورتنا، كانت من أجمل الفضفضات. ممتاز. فضفضة سريعة وإن شاء الله هيكون معنا فقراتنا الثانية لكن بعد الفاصل. نورتنا.